حضراتكم من جديد. في الحقيقة عايز أتكلم عن دور جمهور النادي الأهلي في دعم الفريق خلال المرحلة الصعبة الحالية، أو مش عايز أقول الصعبة، هي أكيد صعبة عشان مواجهة قوية في النهائي الأفريقي وكل حاجة، لكن مرحلة غاية في الأهمية بالنسبة للنادي الأهلي. فبالتالي هنا بيظهر دور جمهور النادي الأهلي، الجمهور العظيم والكبير، واللي في الحقيقة يعني هو العامل رقم واحد، حتى لو مش متواجد في الملعب هو العامل رقم واحد في تحقيق الأهداف الخاصة بفريقه النادي الأهلي. ففي الحقيقة جمهور النادي الأهلي عمل فكرة كانت ممتازة جدا، ابتدت يوم 6 نوفمبر من الشهر الجاري، وهي فكرة إطلاق هاشتاج كل يوم باسم لاعب معين لدعم هذا اللاعب في صفوف الفريق قبل النهائي الأفريقي. هم ابتدوا محمد الشناوي يوم 6 نوفمبر بهاشتاج أفريقيا شناوي، وبعد كده مرورا بقى زي ما حضراتكم كده شايفين على الشاشة ابتدوا بالشناوي، مرورا بقى عدد من اللاعبي النادي الأهلي، أيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد هاني وعمرو السولية وأليو ديانج، حمدي فتحي، ده كده بالترتيب زي ما أنا بقول لحضراتكم، وليد سليمان ومحمد مجدي أفشة، رامي ربيعة، أجاييه كهربا، حسين الشحات، وآخر هاشتاج كان امبارح بالليل اللي هو بتاع مروان محسن. أكيد في عدد من الهاشتاجات كمان خلال الأيام القليلة المقبلة حتى موعد المباراة. وهنا بيظهر بقى دور جمهور النادي الأهلي وكيفية دعمه للفريق وكيفية مساندته من الجانب المعنوي في مرحلة غاية في الأهمية بالنسبة للاعبين خلال هذه المرحلة، وده أمر معتاد دايما من قبل جمهور النادي الأهلي. ومش عايز أشكر جمهور النادي الأهلي لأن ده فعلا واجبهم وده دورهم اللي دايما بيقوموا بيه في الأوقات الصعبة اللي بتخص الفريق. الوقت الحالي هو وقت صعب ومهم بالنسبة للنادي الأهلي، أنت داخل في مباراة هي بالنسبة لك أهم مباراة هذا الموسم، لكن خلينا برضو نأكد إن هي مباراة غاية في الصعوبة، لأن أنت بتلاعب غريم تقليدي هو منافس قوي جدا هو نادي الزمالك. أنت طبعا لا تقل قوة عن نادي الزمالك إطلاقا، لكن في نفس الوقت من المرات القليلة اللي يبقى فيه تكافؤ كبير جدا ما بين الفرقتين. كل التوفيق وكل الدعم من قبل جمهور النادي الأهلي ومن قبل إعلام النادي الأهلي للفرقة خلال المرحلة الحالية، وبإذن الله يحققوا المراد والهدف الأساسي بالفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ونفرح بإذن الله تعالى يوم الجمعة اللي جاي. ده فيما يتعلق بدعم جمهور النادي الأهلي. خلينا نبتدي بقى في ترند الأهلي وأهم ما كتب عن النادي الأهلي في السوشيال ميديا تحديدا، ونشوف من حساب في الجول على انستغرام بيتكلموا بعد ثنائية أبو قير للأسمدة. وليد سليمان أحرز هدفين امبارح، فبالتالي وصل للهدف رقم 6 ليه مع النادي الأهلي في البطولة دي، بطولة كأس مصر. هداف النادي الاهلي في البطوله دي زي ما هو موجود قدام حضراتكم كده طبعا نجم النجوم وقناص القناصين في الحقيقه عماد متعب، 19 هدف ليه في بطوله كاس مصر، عدد كبير جدا. ابو تريكه طبعا نجم النجوم ايضا واحد اللاعبين الكبار في تاريخ النادي الاهلي والكره المصريه، 9 اهداف. محمد فضل 8، وليد سليمان وعمر جمال وخالد بيبو 6، وكلهم نجوم كبار شرفوا النادي الاهلي، وكان انضم لهم طبعا وليد سليمان امبارح. ده كان اول امر يخص النادي الاهلي في ترند الاهلي النهارده. كمان خلينا نروح لحساب دوري ابطال افريقيا وبيقول 5 ايام على الانطلاق، يعني مدربان على قدر الحدث في اشاره لبيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي وباتشيكو طبعا المدير الفني لنادي الزمالك، من سيقود فريقه للفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا. باذن الله باذن الله يكون موسيماني يقود النادي الاهلي للفوز بهذا اللقب الغالي والغائب عن الفريق منذ فتره تعتبر كبيره بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، اخر لقب كان في 2013. حساب سوبر كورة على فيسبوك بيقولوا إن كلاسيكو إفريقيا كل ما قدمه الأهلي في رحلته لنهائي القرن، هنا يعني بيشيروا لأرقام النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم. الأهلي لعب 14 مباراة، فاز في 10 مباريات، تعادل في 3، خسر لقاء وحيد أمام النجم الساحلي، سجل لاعبي 34 هدفا، وده عدد كبير جدا من الأهداف ما شاء الله، إن شاء الله يزيدوا يوم الجمعة أكتر بكده كمان يبقى أمر جيد، ونفوز الأهم من زيادة الأهداف إن احنا نفوز باللقب، يعني ده الأهم. وتلقت شباك النادي الأهلي 6 أهداف فقط، وهي في الحقيقة أرقام جيدة جدا بالنسبة للنادي الأهلي هذا الموسم في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتدل على استحقاق النادي الأهلي بإذن الله بالفوز بهذا اللقب الأفريقي. الأهرام حسابهم على تويتر وبيقولوا فحص طبي لمحمد هاني اليوم لتحديد موقفه من التدريبات. أنا اتكلمت مع حضراتكم بخصوص محمد هاني ووضحت لحضراتكم موقفه، لو ما شاركش النهارده في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي هيشارك بكره باذن الله تعالى، والراجل متاح ولائق للمشاركه في المباراه النهائيه ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه. طيب دي كانت بعض الاخبار بتخص ترند الاهلي، لسه عندنا اخبار اخرى بس هتكون بعد الفاصل، استنونا.